إذ أقبل وإذ أقبل بنو عمه إذ أقبل بنو عمه إليه وقالوا يا حبيب بلغنا أنك تريد أن تخرج لنصرة الحسين ونحن لا نخليك. فقال لهم ما لنا والدخول بين السلاطين؟ فأخفى حبيب ذلك وأنكر عليهم فرجعوا عنه. وسمعت زوجته فقالت يا حبيب كأنك كاره للخروج لنصرة الإمام الحسين عليه السلام. فأراد أن يختبر حالها فقال نعم. فبكت الأسدية وقالت يا حبيب أنسيت كلام جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حقه وفي حق أخيه الحسن حيث يقول ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة وهما إمامان قاما أو قعدا وهذا رسوله وكتابه أتى إليك يستعين بك وأنت لم تجبه. فقال حبيب ابن مظاهر أخاف على أطفالي من اليوت وأخشى أن ترملي بعدي. فقالت ولنا التأسي بالهاشميات والبنيات والأيتام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى كفيلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله خير. فلما عرف حبيب ابن مظاهر منها حقيقة الأمر دعا لها وجزاها خيرا وأخبرها بما هو في نفسه وأنه عازم على المسير والرواح. فقالت لي إليك حاجة. فقال وما هي؟ قالت بالله عليك يا حبيب إذا قدمت على الإمام الحسين عليه السلام قبل يديه ورجليه نيابة عني واقرأه عني السلام. فقال حبا وكرامة. ثم أقبل حبيب على جواده وشده شدا وثيقا وقال لعبده خذ فرسي وامضي به ولا يعلم بك أحد وانتظرني في المكان الفلاني. فأخذه العبد ومضى به وبقي ينتظر قدوم سيده حبيب. ثم إن حبيب ابن مظاهر ودع زوجته وأولاده وخرج مختفيا ضيعة له خوفا من أهل الكوفة. فاستبطأ الغلام وأقبل على الفرس وكان قدامه علف يأكل من. فجعل الغلام يخاطبه ويقول له يا جواد إن لم يأتي صاحبك لا أعلو لا أعلون ظهرك وأمضي بك إلى نصرة الحسين عليه السلام. فلما سمع الجواد خطاب الغلام جعل يبكي ودموعه تجري على خديه وامتنع عن الأكل. فبينما هو كذلك
فإذا بحبيب قد أقبل، فسمع خطاب الغلام فصفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، العبيد يتمنون نصرتك فكيف بالأحرار؟ ثم قال لعبده: يا غلام أنت حر لوجه الله. فبكى الغلام وقال: سيدي والله لا تركتك حتى أمضي معك وأنصر الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقتل بين يديه. فجزاه خيرا فسارا، وكان الإمام الحسين عليه السلام نزل في طريقه بأرض وقد عقد 12 راية، وقد قسم راياته بين أصحابه وبقيت راية واحدة، فقال له بعض أصحابه: من علي بحملها؟ فقال الإمام الحسين عليه السلام: يأتي إليها صاحبها وقالوا: يا ابن رسول الله دعنا نرتحل من هذه الأرض. فقال لهم: صبرا حتى يأتي إلينا من يحمل هذه الراية الأخرى. فبينما الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الكلام، وإذا هم بغبرة ثائرة، فالتفت الإمام الحسين عليه السلام وقال لهم: إن صاحب هذه الراية قد أقبل. فلما صار حبيب بن مظاهر قريبا من الإمام المظلوم، ترجل عن جواده وجعل يقبل الأرض بين يديه وهو يبكي، فسلم على الإمام الحسين وعلى أصحاب الحسين فردوا عليه السلام. فسمعت الحوراء زينب عليها السلام فقالت: من هذا الرجل الذي قد أقبل؟ فقيل لها: هذا حبيب بن مظاهر الأسدي. فقالت الحوراء زينب: اقرأوه عني السلام. فلما بلغوه سلامها لطم حبيب بن مظاهر على وجهه وحث التراب على رأسه وقال: من أكون؟ وقال: من أنا ومن أكون حتى تسلم علي الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام؟ وفي اليوم العاشر من المحرم أبدى حبيب بن مظاهر شجاعته الفائقة في نصرة الغريب العطشان، وهو يرى الإمام الحسين بين الأعداء وقد أحاطوا به، والسهام تترى عليه كرش المطار، وقد دنا وقت الصلاة. جاء في تاريخ الطبري قال: فقال أبو ثمامة الصائدي رضوان الله تعالى عليه: يا أبا عبد الله، نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء القوم قد اقتربوا منك، لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله.
وأحب أن ألقى ربي، وقد صليت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها. قال: فرفع الإمام الحسين عليه السلام رأسه ثم قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها. ثم قال: سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. فقال لهم الحسين بن تميم: إنها لا تقبل. فقال له حبيب بن مظاهر الأسدي: لا تقبل، زعمت الصلاة من آل الرسول ولا وتقبل منك يا حمار. قال: فحمل عليهم حسين بن تميم، وخرج إليه حبيب بن مظاهر، فضرب وجهه فرسه بالسيف فشب ووقع عنه، وحمله أصحابه فاستنقذوه. وأخذ حبيب يقول: أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وليتم أكنادا. وجعل يقول حبيب: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، ونحن أعلى حجة وأظهر، حقا وأتقى منكم وأعذر. وجاء في رواية ابن شهر آشوب عليه الرحمة قال: فقتل 62 رجلا وقاتل قتالا شديدا. فحمل عليه رجل من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه فقتله، وكان يقال له بديل بن سريم. وحمل عليه آخر من بني تميم فطعناه فوقع فذهب ليقوم، فضربه الحسين بن تميم على رأسه بالسيف ووقع، ونزل إليه التميمي فاحتز رأسه. قال الراوي: لما قتل حبيب بن مظاهر الأسدي هد ذلك حسينا وقال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. قال الراوي: ولم يزل. وفي رواية قال بعض الرواة: ولم يزل حبيب يقاتل حتى قتل منهم خلقا كثيرا، ثم قتل. وقال الإمام الحسين عليه السلام: يرحمك الله يا حبيب، لقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة وأنت فاضل. وتنازع، قال الراوي، وتنازع الحسين مع التميمي لعنهم الله في قتل حبيب، فقال له: إني لشريكك في قتله. فقال الآخر: والله ما قتله غيري. فقال الحسين: أعطيني رأسه أعلقه في عنق فرسي كي يرى الناس ويعلموا أني شركت في قتله، ثم خذه أنت بعد ذلك فامضي به إلى عبيد الله بن زياد، فلا حاجة لي فيما تعطى على قتلك إياه. قال: فأبى عليه، فأصلح قومه فيما بينهما على هذا.
فدفع إليه رأس حبيب بن مظاهر الأسدي فجال به في العسكر وقد علقه في عنق فرسه ثم دفعه بعد ذلك إليه. فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الآخر رأس حبيب فعلقه في لبان فرسه ثم أقبل به إلى ابن زياد في القاصر فبصر به ابنه القاسم ابن حبيب وهو يومئذ بالكوفة فأقبل مع الفارس لا يفارقه كلما دخل القصر دخل معاه فإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.